أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة، سواء أسئلة عن آيات عسرة الفهم أو تعليم في الكتاب المقدس أو عن أسئلة في الحياة العملية. بنتناول موضوع الروح القدس، وعندنا سؤال عايزين نبتدي بيه. جالنا سؤال بيقول فين الآيات اللي بتقول إن الروح القدس شخص؟ هو تعبير شخص تعبير مش دقيق في اللغة العربية، تعبير مش دقيق انه يطلق على الاب او الابن او الروح القدس. ليه؟ لان احنا نؤمن بان الهنا اله واحد، نؤمن بالاله الواحد، مش بنؤمن بثلاثة الهة. فلما نقول شخص الاب وشخص الابن وشخص الروح القدس، كلمة شخص تعني شخص ممكن يبقى قائم بذاته، يعني منفصل، فيبقى عندنا كده مش إله واحد، عندنا ثلاث آلهة لما نقول إن الروح القدس شخص. عشان كده في اللغة العربية بنستخدم كلمة أقنوم. كلمة أقنوم يعني شخص. بس ايه الفرق بين الاقنوم في اللغه والشخص، او حتى في المعاني يعني المصطلحات اللاهوتيه، ايه الفرق؟ ان الشخص يدي لك احساس ان ممكن يبقى منفصل، شخص الان منفصل، لكن الاقنوم ما شخص لكن لا يقوم بمفرده ابدا، يعني مش ممكن، لازم متحد، ما ينفعش يبقى لوحده. ده معنى، ده الفرق بين اقنوم وشخص. يبقى بدل ما نستعمل كلمة شخص اللي تدي إيحاء بأن ممكن يبقوا ثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص يعني ممكن ثلاث أشخاص منفصلين، يبقى كده إحنا مش ماشيين مع الكلمة اللي بتقول إن إلهنا إله واحد. نقول ثلاثة أقانيم، ونحط في ذهننا إن الأقنوم هو عشان أفهمه شخص، بس مش ممكن يبقى مستقل، مش ممكن يبقى لوحده. فإحنا عندنا ثلاث أقانيم في وحدة، مش ممكن ينفصلوا، في وحدة، والوحدة دي بتعني الإله الواحد. احنا ما نعبدش ثلاثة آلهة، نعبد الإله الواحد اللي عبارة عن ثلاث أقانيم متحدة معا، الآب في الابن في الروح مع بعض، زي واحد في واحد في واحد يساوي واحد، ومش واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، دي غلط. فايه الدليل ان الروح القدس شخص او اقنوم؟ يعني لان في ناس تعتقد ان الروح القدس ده طاقه، قوه، يعني لما اقول امتلأ بالروح يعني امتلأ بقوه، قوه بتسري فينا، لكن مش شخص او بلاش كده. ليه مش اقنوم؟ ناخد شاهد، نبدأ بالشاهد ده، أعمال الرسل الأصحاح الخامس، لما العيلة حنانيا وسفيرة الزوج والزوجة في الكنيسة الأولى كذبوا على بطرس، ده في الكنيسة، آية 3، فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس. يبقى هنا حنانيا كذب على مين؟ على الروح القدس. دي بقى شخص الروح مش طاقة، ما فيش حد، ما فيش حاجة اسمها واحد يكذب على طاقة أو يكذب على قوة. ده دليل إنه أقنوم، شخص، بس شخص غير، نأكد، غير منفصل. لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل. وبعدين بسرعة كده نبص على آية 5 لآية 4، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. يبقى ده كمان في القصة دي قدمت لنا حاجتين عن الروح القدس، إنه مش مجرد قوة ولا طاقة، لا، ده شخص أو أقنوم، لغة أدق أقنوم. وفي نفس الوقت أستطيع أن أقول عن الروح القدس زي ما بقول عن المسيح أنه الإله
زي ما أقول عن الآب إنه الإله، بس مش تلات إله، إحنا قلنا متحدين مع بعض يعملوا الإله الواحد. أقدر أقول هنا من الآية دي إن الروح القدس الإله أيضا. ليه لم تكذب على الناس بل على الله؟ بل على الله. يعني قصة واحدة وضحت لي واحد إن الروح القدس ما هواش قوة ولا طاقة، ده شخص يدي قوة يدي طاقة، شخص بمعنى شخص غير منفصل عن الآب والابن، يعني أقنوم. وبدليل ان ما في زي ما قلت ما فيش حد، ما ينفعش يتقال ان انا بكذب على طاقة ولا على قوة. نشوف حاجات تانية، يعني مش هنا بس، خلينا في أعمال الرسل. يعني أعمال الرسل مثلا، وطبعا بيقولوا التسمية الأدق لأعمال الرسل أعمال الروح القدس. يعني اللي عايز يدرس الروح القدس يدرس أعمال الرسل، اللي عايز يمتلئ بالروح القدس يدرس أعمال الرسل عشان يعرف كيف يمتلئ، اللي عايز يخدم بقوة الروح القدس يدرس أعمال الرسل. اسأل نفسك، هل أنت درست أعمال الرسل أم لا؟ وهل وانت بتقرا في اعمال الرسل كنت بتخلي بالك من الايات والقصص اللي بتتكلم عن الروح ولا لا؟ عشان اعمال الرسل هو اللي يحمسني ان انا امتلئ بالروح، ان انا يبقى عندي قوه الروح. لاني مثلا بطرس كان ضعيف جدا وانكر المسيح، لكن بعد ما امتلأ بالروح واتعمد بالروح في يوم الخمسين، لا ولا بيخاف ولا وبيوعظ ويربح نفوس كتير بعزة واحدة 3000. ده ايه؟ ده عمل الروح القدس. فأعمال الرسل بيتكلم عن الروح القدس، زي ما الأناجيل الأربعة بتتكلم عن القنوم اللي هو الرب يسوع. طيب بعض الآيات عن الروح القدس. يقول الكتاب ولما صعد من الماء، ده فيلبس لما كان بيعمد الوزير بتاع الحبشة، أعمال الرسل 8، هما الاثنين بعد المعمودية طالعين من المية، خطف روح الرب فيلبس، خطف روح الرب فيلبس. يبقى إذن مش طاقة، ده شخص بيخطف، أقنوم يعني بيخطف، خطف روح. وبعدين في آية 29 أنا بجيب لك آيات يعني مش بالترتيب، قال الروح لفيلبس، الله بيتكلم وأتوقع أن يتكلم ليا ويتكلم ليك. يعني إذا كان عمل كده مع فيلبس، وفيلبس ده مش من الرسل الـ12، ده واحد عرف الرب بعد يوم الخمسين. فقال الروح لفيلبس، يعني فيلبس ده مش فيلبس اللي هو من تلاميذ من رسل الرب، لا، قال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة. يبقى الروح بيكلمنا، يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه طاقة، شخص. وبرضو نعلن ايماننا ان لما يبقى في ضرورة الروح القدس يكلمنا. ده مكتوب هنا في أعمال الرسل ليه؟ وأتطلع، يعني سفر أعمال الرسل يخليك تتطلع وتشتاق إن زي ما الروح القدس بنشوفه بيشتغل هنا يشتغل معانا. ناخد آية كمان، آيات كثيرة يعني تؤكد وتشرح لنا في نفس الوقت الروح القدس كأقنوم بيعمل ايه، بيتكلم، وممكن حد يكذب عليه فيجي له يجي عليه قضاء، زي ما جاء على حنانيا وسفيرة. ناخد مثلا اعمال الرسل 13، يعني انا بختار بعض الايات من اعمال الرسل تؤكد ان الروح القدس مش طاقة إنما أقنوم. كان في اجتماع صلاة معمول في أنطاكيا،
واجتماع الصلاة ده ايه اللي حصل فيه؟ يقول وهم بيخدموا الرب ويصومون قال الروح القدس، يعني زي ما يكون بيصوموا بيعبدوا الرب. الخدمة هنا مش خدمة الكرازة، خدمة العبادة. يخدمون الرب ويصومون، ايه اللي حدث؟ قال الروح القدس، يبقى بيتكلم، افرزوا لي، يعني جنبوا الاثنين دول من وسطيكم، برنابا وشاول. برنابا لان اللي كانوا في الاجتماع ده مين؟ واحد اسمه برنابا، سمعان ولوكيوس ومناين، وبعدين وشاول اللي هو بولس، خمسه يعني. الروح القدس، وده بيحصل حاليا، ان يبقى مجموعه مع بعض كده بتصلي، وبعدين المجموعه كلها تحس ان الاثنين اللي منها دول او الثلاثه يروح يخدموا في حته معينه. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يبقى الروح بيدعو، الروح ايه؟ بيدعو، يعني مش بس بيتكلم، بيتكلم وكمان بيدعو. اقرا لك ايه كمان من نسيب اعمال الرسل، وناخد ايه بس واحده من رساله بولس الرسول الاولى الى كورنثوس، اصحاح كان 12. في الرساله الاولى اصحاح 12 نقول كده، شوف بيقول ايه. انواع مواهب موجوده ولكن الروح واحد، يعني الروح هو مصدر كل المواهب. وبعدين جميعنا بروح واحد، شوف الروح عمل ايه، خلينا نعتمد الى جسد الواحد. وبعدين في ايه 11 بقى، هذه كلها يعمل لها الروح الواحد. يبقى الروح بيشتغل ويعمل ايه؟ قاسما. شوف ما انا عشان كده جبت الايه بتاعه المواهب، والايه بتاعه ان هو اللي عمد، يعني هو المسيح بيعمد، بس هنا الروح كمان بيعمد الى جسد واحد، بس دي هنشرحها بعدين يعني. لكن خلينا دلوقتي في التركيز ان الروح القدس شخص. بيعمل ايه الروح القدس في ايه 11؟ ممكن تقرا الايه لو سمحت. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى ليه إرادة كما يشاء. يبقى مفيش طاقة ليها مشيئة، مفيش قوة ليها مشيئة. إذن مع كل الآيات دي بنرى الروح القدس إنجاز التعبير شخص، لكن عايزين تعبير أدق يبقى أقنوم. كمان تذكرت الآية اللي في أعمال الرسل، ازاي انه لما المشايخ ارسلوا التلاميذ، ارسلوا الانطاكيا في صح 15، انه قد راى الروح القدس ونحن دي بقى ودي كمان الروح القدس بيرى ومعاهم شركه الروح، يعني ده تفكيرهم والروح القدس بيأيده. راى الروح القدس ونحن، يعني هنا التمييز واضح، احنا شفنا بس اللي شفناه هو اللي عايز الروح. دي لما واحد يسأل يقول لي اديني مثل لشركة الروح، اقول له الآية اللي انت قلتها في اعمال 15 توضح يعني ايه شركة الروح، يعني باخد وادي، انا شايف كده ولا الروح يقول لي او انا شايف غير، شايف حاجة روح القدس يقول لي لا. ما هو في بعض الاحيان بولس قال ومنعنا الروح، ودي آية مهمة جدا في اعمال الرسل برضو، يعني انا عايز اروح والروح مشيئته، يبقى ده اقنوم، احد الاقانيم الثلاثه اللي بتعمل معا الاله الواحد. طيب عايزين نكمل في سؤال تاني في الايه اللي كلنا حافظينها، عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وكنت بتشاركنا ازاي انه الاله الواحد، لكن ترتيب يعني الروح القدس هنا في السؤال بيقول انه الاخير، هل ده معناه انه اقل مثلا
لا الآب أهم لا هو الترتيب ملوش دعوة بالأعظم والأقل لا، لكن نرجع للآية لأن دي آية مهمة في يعني من إنجيل متى في آخر إنجيل متى عمدوهم اذهبوا، الرب بيدعو الرسل اذهبوا تلميذوا جميع الأمم، الكرازة مش لليهود بس لكل الأمم كل الناس فرنسويين انجليز كله الدعوة لكل الناس. الرب بيقول كده قبل ما يصعد إلى السماء تلميذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، يعني بيتعمدوا والمعمودية دي إعلان أنهم يؤمنوا بالآب والابن والروح القدس، ده معنى الآية باسم الآب والابن والروح القدس، بدي أتأكد أنه مش باسم باسم المسيح مش مكتوب بأسماء، يبقى دول بيعملوا مع بعض الإله الواحد. بس شرح للمعمودية المية هنا أن معمودية المية فيها إعلان لإيمان الشخص مش بالمسيح بس، بالمسيح الأقنوم، الأقنوم الابن وأقنوم الآب وأقنوم الروح القدس. أما عن الترتيب ده فده ليه أسبابه، لكن في أماكن أخرى في الكتاب المقدس، لأن الترتيب لا يعني ترتيب من الأعظم للأقل عظمة، لا ترتيب مش معناه كده. عشان كده ممكن أشوف معاك بعض الآيات فيها ترتيب مختلف فتقتنع خلاص، يعني إذا الروح القدس هنا جه مثلا رقم 3 أجيب لك آية فيها الروح القدس فيها رقم 1، أجيب لك الابن آية الروح القدس فيها، أجيب لك آية فيها الابن رقم 1. هنا نحط الآية قدامنا الآب 1 وبعدين الابن وبعدين الروح القدس، الآب الابن الروح القدس، الآب أرسل أقنوم الآب، أرسل أقنوم الابن دون أن ينفصل عنه، فيش انفصال، فالأقنوم الابن تجسد وبعدين يجي دور الروح القدس يقود الخطاة بالتوبة وبالتبكيت لقبول اللي عمله الآب والابن. الآب أرسل الابن، الابن هو اللي تجسد، هو اللي خد الجسد، هو اللي راح للصليب. طيب وبعدين الناس هتؤمن بيه ازاي؟ لا تؤمن بالروح، روح هو اللي هيبكتهم على الخطية، وهو اللي هيمجد الرب يسوع في عينيهم، وهو اللي هيجزمهم. فعشان كده ده الترتيب بيوري الترتيب، يعني تعاملات الثالوث مع الناس، الآب يرسل الابن، الابن يذهب إلى الصليب عشان الناس تؤمن بالقصة دي تحتاج الروح القدس. شوف الترتيب جاي هنا لأن المعمودية كده، معمودية الناس أمنت، طب أنتوا أمنتوا بإيه؟ عشان الآب أرسل الابن، والابن عشان راح للصليب، وعشان أمننا به الروح القدس اشتغل بكتنا عطانا الإيمان، ولما أمننا ولدنا الولادة التانية وعطانا الطبيعة الجديدة، فبه الآب ثم الابن ثم الروح القدس، مش واحد أعظم من التاني. نحط بقى آيتين فيهم ترتيب مختلف. الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ممكن تطلعها معانا، وأصحاح 13، يبقى كورنثوس الثانية أصحاح 13 وآية رقم 14. طبعا احنا بنسمع الآية دي كتير، و عزيزي المشاهد لما يقرأ لك الآية هتقول أنا بسمع الآية دي كتير. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين. بتسمع الآية دي إمتى؟ مش دي اللي هي اللي في بعض الكنائس الأسيسي البركة. البركة مش بيقول الآية دي نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله وشركة الروح القدس. فين الترتيب بقى؟ الابن الاول أول، والله ده الاب، والروح القدس برضو رقم 3، لكن الابن جه الاول. ايوه ليه بقى؟ لان انت بتدي بركه، فالبركه النعمه بتاعت الرب يسوع تشتغل فيك فتزداد محبتك للاب، والنتيجه هيبقى عندك شركه مع الروح القدس، يعني تختبر النعمه بتاعت يسوع
فتختبر المحبة بتاعت الآب فتختبر الشركة بتاعت الروح القدس. يعني الترتيب ليه مغزى، بس ده مش وقت أشرحه، أنا بشرح كده بسرعة يعني. طيب ناخد آية فيها بقى الروح القدس أولا، ودي في الرسالة الأولى، دي كانت في رسالة تانية، الرسالة الأولى وأصحاح 12 اللي كنا فيه من شوية، وآية 4 و5، أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. يبقى هنا أول حاجة بدأ بيها الروح، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد. يبقى ترتيب إيه هنا؟ الروح وبعديها الرب اللي هو يسوع والله. ده دايما لما يجي الله بس يبقى المقصود به الآب. ده لما تقرأ في الكتاب في الرسائل أو كده، لما تلاقي الله بس يبقى ده المقصود به الآب في الغالب. هنا لأن الروح واحد، ويبقى نقرأ الروح واحد والرب واحد اللي هو الرب يسوع، وآخر حاجة هنا الآب واحد. الروح بيعمل إيه؟ الروح بيدي مواهب، والرب يسوع بيعمل إيه؟ بيعمل بيحدد أنواع الخدم، أنا أخدم كذا وكذا. والله بيعمل ايه؟ بيعمل اعمال من يعني، فالتلاتة بيشتغلوا مع بعض وحدة واحدة، وبنشوف وحدة التلاتة دول في كل المناسبات. يعني في الخلق ممكن تشوف الاب والابن والروح القدس، في ميلاد الرب يسوع في الاب والابن والروح القدس، في الصليب في الاب والابن والروح القدس، في القيامة الاب، في المعمودية بتاعت الرب الاب والابن والروح القدس. كل يعني ليه؟ لأنهم مش منفصلين، ولكن الأب مش هو الابن ولا الابن والروح القدس. في بعض الناس يقول لك لا ده أسماء لله، يعني الرب مرة الإله بتاعنا مرة سمى نفسه الأب، هو سمى نفسه الابن، هو يعني خلى الأب هو الابن هو الروح القدس. لا ده غلط. يعني الرب يسوع مثلا متكلم عن اب، قال انا والاب في واو واحد، لان الاب ما تصلبش عشان بمعنى ان الاب ما تجسدش، والروح القدس لم يتجسد، الروح القدس ما خدش جسد، والروح القدس لم يتالم لانه ما خدش جسد. ففي تمايز في الاقانيم، ولكن مع هذا بيتحدوا معا في وحده ازليه منذ الازل والى الابد، وحده ازليه أبدية، بيعملوا معا الإله الواحد اللي ليه جوهر واحد، وفي مساواة في كل شيء في بين التلات أقانيم، فيش واحد أعلى من التاني. فالروح القدس كمان عايز أقول آية عن الروح القدس. الكتاب بيقول عن الروح أنه أزلي، الذي بروح أزلي. والكتاب بيقول كمان دي صفات، ده إثباتات إنه صفات إلهية، يعني إنه أزلي، إنه في كل مكان. لأن في آية في مزمور 139 بنكلم الآب ونقول له أين أهرب من روحك، يبقى روحه في كل حتة. يبقى الروح مش زي الملاك. ايه الفرق بين الروح القدس والملاك؟ لا فرش. ده خالق، ده لان الاله خالق، وده مخلوق الملاك. ده الملاك ليه بدايه، لكن الروح زي الابن زي الاب لا بدايه لهم منذ الازل والى الابد. في فرق بين الروح القدس والملاك. وليه باكد؟ لان الملاك اتقال عنه انه روح، والروح القدس هو روح، لكن لا، ده الروح ده أقنوم من الثلاث أقانيم، بينما الملاك ده روح مخلوق. ففي فرق بين أن الملاك مش أزلي، لكن الروح القدس أزلي، الذي بروح عن صلب الرب يقولك الذي بروح إيه؟ أزلي. يبقى الروح أزلي في نفس الوقت في كل مكان، الملاك في كل مكان لا، الملاك مش ممكن يبقى معاك وفي نفس الوقت مع واحد تاني،
لكن الروح القدس معانا كلنا. وأرى لك شاهد. شاهد ده عن الصلاة نطلعه مع بعض. رمية 8. يبقى إذا أين أهرب من روحك؟ بتقول إن الروح القدس في كل مكان. زي يسوع. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني اثنين وثلاثة اجتمعوا في تورونتو، اثنين وثلاثة اجتمعوا في نيويورك، واثنين وثلاثة اجتمعوا في القاهرة، في بغداد، هو هنا وهنا 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 وهنا، يبقى في كل مكان. ده الرب يسوع، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. طب الروح القدس فين؟ الآية اللي تقول في كل مكان، الآية اللي قلتها، أين أهرب من روحك؟ طيب أني بس بالآية بتاعت رومية 8 اللي بتأكد أن الروح القدس موجود في كل مكان. نقرأ الآية 26. لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يبقى الروح بيشفع فيا وانا هنا، وبيشفع واحد تاني في نفس الوقت بيصلي في جنوب افريقيا، وبيشفع واحد تالت في السويد. يبقى ده دليل ان الروح موجود في كل مكان، لانه الاقنوم احد الاقانيم الثلاثة اللي معا بتكون معا الاله الواحد الذي نعبده. امين. عزيزي المشاهد، في نهاية الحلقة اشجعك انك تكمل معانا هذه السلسلة، سلسلة مهمة جدا، وأثق أنها تكون سبب تغيير عظيم في حياتك. الروح القدس. الرب معك، وإلى اللقاء. لازم المؤمنين في كل العصور يبقوا شعارين أن الرب هيجي حالا. لو أنت هتمجد نفسك في الخدمة تطفي الروح. مين يحسسني أن الرب زي ما قال موجود في اجتماع الصلاة؟ الروح القدس بيعمل معانا حاليا اللي كان الرب يسوع بجسده بيعمله مع التلاميذ.